استاذ عبد السميع ابراهيم سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده، لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده يا استاذ عبد السميع. انا كنت اتمنى ان ال1000 جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين يا سيدي ال1000 جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر؟ وازعل؟ انا بكرر اسف. حقيقي. اتفضل يا سيدي. ادي ال1000 جنيه اللي انت دافعهم، وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلامه. انا بأكرر اسف. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي استاذ. سعيدة يا بس بنتي. أنا يا عيش. اهدى كله اهدى كله. كل ده يطلع منك. خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله. خد. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهاردة جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 لا، انا مش مستعجلة عليهم. خليهم ماشيين في الساقية كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رأيك يا حماتي. المهم وصلت كم مني لغاية دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوفي يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف. ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت علومك وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا. عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرف اقرا وتكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في أي حاجة؟ ما بفهمش في أي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة.
نعرف على رأيك. مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد على اسم الهلبوطي هربان في حتة محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. الحتة تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخرية، ده انا هعجبك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتمنى بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعة دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. أنا عايزك تلزق لها، ترسم عليها إنك أنت غالي قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبل. طعم يعني. عليك نور، بعد كده هقول لك تعمل إيه. أموت أنا في الحركات دي. بس أوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد انبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. ده انا اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبقي سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث قناطين الليلاتي. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ اهلا يا مغاولي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا رمضان؟ شايلي بره. والله عشت وشفتك اخر قبه. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا قال.
وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بعيدش تجيبها معايا اليومين دول، بس انا خايف يا رمضانكم يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجه حرام كده ولا كده. لا اله الا الله. شوف يا خال، احنا بنشتغل بالحلال بالمضاربه والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهو، انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عنا الاثنين حاجه ساعه اللي بره. بس عايز اقول لك حاجه كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن، ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمه على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعه في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني، وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سر رمضانكو الفلوس اهي، عدي عند مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوت مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بصحى اليتامى؟